ثلاث كبسولات كلمتك فيهم عن الامتحانات وعن المذاكرة، لكن السؤال الأكثر تداول في كل الكومنتات على كل الفيديوهات الامتحانات الاختياري نعمل فيها إيه؟ كانت إجابتي واضحة وصريحة على كل الكومنتات. هتختار يا معلم؟ أنت ما تستفزنيش. أنت عايز إيه حضرتك؟ إيه؟ بناءً على طلب الجماهير، الفيديو ده عبارة عن كبسولة إزاي تحل الامتحانات الاختياري بمنتهى البساطة. قبل ما أقول لك الطريقة، ما تنساش تدوس على الزائد اللي تحت الصورة وتنزل تعمل اكسبلور كتير كتير عشان ربنا يكرمك في الأيام المفترجة دي، وكل ما تعمل اكسبلور أكتر كل ما فرصتك في نجاح تكبر. الامتحانات الاختياري هي أسهل وأصعب امتحانات في نفس الوقت، الإجابة بتبقى قدام عينك في الاختيارات بس أنت ما تبقاش عارفها، هي دي المشكلة، صعوبتها في سهولتها. خلي الثمانية دي نخليها نشطبها خالص، نخليها خمسة، والستة دي نخليها خمسة برضه، أنا بحب الخمسة. ها؟ ولا نخليها ستة؟ الفيديو ده هقول لك حبه معلومات سريعه كده من خلالها تقدر تحل امتحانات الاختياري بمنتهى البساطه. اول حاجه، لو في سؤال انت متاكد منه وحليته وكان اختيار الاجابه هي ايه، السؤال اللي بعديه بنسبه 90% هيكون اي اجابه تانية غير ايه. يعني لو انت حليت اول سؤال عندك وكانت الاجابه هي ايه وانت متاكد من الاجابه، السؤال اللي بعديه انت ما تعرفش حل الاجابه بتاعته ايه، هتستبعد بنسبه 90% الاجابه رقم ايه وتبدا تقارن بين بي وسي ودي. ثاني حاجه، لو في سؤال فيه خمس اختيارات A وبي وسي ودي واي، فمستبعد تكون الاجابه الصح هي رقم سي اللي في النص، نسبه 60% هتكون الاجابه اي هي الرقم اخر اجابه. ثالث حاجه، في اسئله الصح والغلط بنسبه 56% بتكون الاجابه صح، نسبه 44% بيكون الاجابه غلط. اربعه، لو في سؤال اختياري وكان احد الاجابات فيه كل مما سبق او لا شيء مما سبق، فبنسبه 60% بتكون الاجابه هي دي الصح. خامس حاجه، انا عايز اطمنك ان لو عندك امتحان فيه 100 نقطه اختياري، فبنسبه 70% او 70 نقطه من ال 100 نقطه دول بيكونوا سهلين ومعروفين او واضحين ما فيهمش لعب كتير، 30 نقطه من ال 100 بيكون فيهم لعب او افكار او مزاوله. الطرق دي مش بقولك هي المقياس اللي تمشي عليه، الطرق دي تستخدمها في حاله انك خلاص فقدت الامل وعطلت ومش لاقي اي اجابه للسؤال، فبالتالي انت هتبدا تحل بالبركه وتختار عشوائي. الافكار دي هتساعدك انك تختار بشكل عشوائي لكن بنسبة كبيرة ممكن يطلع صح. لكن برضو في استراتيجيات تانية ممكن تستخدمها في الامتحان الاختياري. اول استراتيجية وهي استراتيجية التوقع، ودي بتكون ازاي يا سيدي؟ اول ما تقرأ السؤال وتلاقي نفسك مش عارفه ما تبصش على الاجابة، ابدأ توقع وتخيل ايه الاجابة اللي ممكن تكون صح او ايه الاجابة اللي ممكن تكون قريبة شوية لحل السؤال، بعد كده تبدأ تبص على الاجابات. لو لقيت اجابة قريبة من الاجابة اللي انت اخترتها او كانت هي الاجابة اللي اخترتها اعتمد يا معلم، دي اول استراتيجية واسمها استراتيجية التوقع. تاني استراتيجية انت ممكن تستخدمها في الامتحان الاختياري وهي استراتيجية الاستبعاد، ودي من افضل الطرق اللي انت ممكن توصل بيها لاكبر نتيجة ممكنة في الامتحان. انا كلمة الاستبعاد انك تستبعد الاجابات الخطأ او اللي من الصعب انها تكون هي دي الاجابة الصح، فبالتالي هيقلل لك عدد الاختيارات، بالتالي ده هيزود لك احتمالية انك تختار الاجابة الصح. يعني مثلا سؤال زي ده في التاريخ، في اي عام كانت الحرب العالمية الثانية؟ عام 1982، عام 1940، عام 1939، بقى عام 1914. بالتأكيد مستحيل تكون الحرب العالمية الثانية في الثمانينات، بالتأكيد انت عارف ان الحرب العالمية الاولى 1914، انت كده قدامك خيارين 1940 يا 1939، حد هنا وانت عطلت ومفيش استبعاد تاني وانت مش عارف لان الاجابتين قريبين جدا من بعض. الحالة دي بقى انت هتتوكل على الله وتعتمد على ربنا وتختار اي اجابة منه. لكن الفكرة هنا عملناها ان احنا زودنا احتمالية النجاح او الاختيار الصح من 25% الى 50%. نسبة الفشل كانت عندك 75%. انت دلوقتي بقى قدامك اختيارين، ولو ربنا كرمك واحنا في ايام مفترجة ومصلي وعامل سبسكرايب للقناة على اليوتيوب، فده معناه يا معلم انك هتختار الاختيار الصح. اما لو انت ما عملتش سبسكرايب للقناة فبالتالي انت مش هتختار الاختيار الصح. الاستراتيجيات دي ممكن تستخدمها في حالة انك عطلت تماما ومش عارف تحل، تستخدم التوقع بعد كده الاستبعاد، تستخدم الاستبعاد بعد كده التوقع، حالة انك خلاص مش عارف تحل اي حاجة وهتبدأ تختار عشوائي. الطرق دي هتساعدك انك تختار عشوائي لكن بشكل صح. في النهاية ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا وتعمل سبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان نكمل في المحتوى ده. بالتوفيق واشوفكم على خير.